بحسب ما يقول صحفيون عسكريون إسرائيليون، سواء لناحية التهدئة التي ستنعكس على الجبهة اللبنانية بشكل كبير جدا، أو لناحية التصعيد. بحسب ما يقول المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية اليوم، فإن إسرائيل كلما شدد عملياته خلال الفترة المقبلة على الجبهة اللبنانية، ويقول إن إسرائيل قد تصعد من عملياتها على الجبهة اللبنانية خلال الفترة المقبلة، حتى لو لم تتدهور الأوضاع نحو حرب ولم يبدأ الاحتلال الإسرائيلي حربا شاملة على الجنوب اللبناني، سيصعد خلال الفترة المقبلة من عمليات الاغتيال ومن عمليات استهداف ما تدعي إسرائيل أنها بنية تحتية لحزب الله اللبناني. لذلك يقول إننا قد نرى بالتزامن أمرين: انتهاء العملية العسكرية أو هذه المرحلة من العملية العسكرية في قطاع غزة، مع الانتهاء من اجتياح رفح والانتقال إلى ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، وهي بقاء الاحتلال الإسرائيلي مسيطرا على محور نتسريم الذي يفصل شمالي القطاع عن جنوبي القطاع ويمنع عودة المهجرين الفلسطينيين إلى الشمال، بالإضافة إلى السيطرة على محور فيلادلفيا، وبالتالي يتحكم بكل ما يدخل ويخرج من قطاع غزة. في مقابل هذا الأمر وهذا التخفيف وسحب القوات من قطاع غزة، سنرى خلال الفترة المقبلة تعزيز قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية تصعيدا في عمليات الاحتلال الإسرائيلي ضد حزب الله. ولو أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى من أن يؤدي عدم حساب التطورات بدقة على الجبهة اللبنانية إلى تدهور الأوضاع إلى حرب شاملة على الجبهة اللبنانية، تحذر الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية أن إسرائيل غير جاهزة لها، خصوصا لناحية إمكانية أن يستهدف حزب الله اللبناني منشآت حساسة إسرائيلية على ناحية محطات توليد أو توزيع الكهرباء، بالتالي إدخال إسرائيل إلى العتمة أو استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية حساسة سواء في مناطق الشمال أو في مناطق مركز إسرائيل، خصوصا أن قدرات حزب الله سواء الصاروخية أو قدرته على استخدام طائرات مسيرة أثبتت فاعليتها خلال الفترة الماضية. حزب الله استهدف منشآت عسكرية إسرائيلية على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات دقيقة. على سبيل المثال، استهداف بالون يقع بالقرب من بحيرة طبرية أصيب بشكل دقيق للغاية. نعم أحمد، شكرا.